مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس صف الرابع الإعدادي. وصلنا إلى صفحة 33 من كتاب الطالب. موضوع الدرس at the hotel، في الفندق. إحنا راح ننتقل إلى المهمات من الصفحة حتى ما نضيع وقتكم، ونشرح الأشياء اللي يريدها من عندك المدرس. بالبداية راح ناخذ الكلمات الموجودة هنا عندكم بالبوكس، راح أقراها وأترجمها لكم. زين، راح نبدي. قلم بيديكم حتى تسجلون المعنى بالعربي. بورتر هو الحمال، تورست هو السائح، لاجج هي الأمتعة، ويتر هو النادل، بيلو هي المخدة أو الوسادة، ليفت هو المصعد، ريسبشنست هو موظف الاستقبال، جيست هو الضيف، منيو هي قائمة الطعام، تشيك إن يعني الفحص أو التفحص، أوردر هو الطلب، جيف دايركشنز أعطاء اتجاهات، ask for هو سؤال لي. ملاحظة، هاي الكلمات تحفظ املاء ويحفظ معانيها، لان اكيد راح تستخدموها بالاكتيفيتي بوك وراح تجي بالامتحان. مثلا ممكن تجي فراغات، حط الكلمات بالجمل، يعني تمرين معاني. زين، خلونا ننتقل الى التمرين اللي بعده. listen and check your ideas then study the phrases below. استمع وتحقق من ideas يعني الأفكار مالتك، then study ثم ادرس phrases العبارات أو الجمل below الموجودة في الأسفل. زين، خلينا نقراها أوكي وبعدين نروح نستمع. making request، هذا الموضوع يعلمنا شلون إحنا نسوي request، طلب. زين، طلب لازم يكون ضمن قاعدة معينة. مثلا can I have، هل بإمكاني أن، مثلا have مثلا أخذ أو أمتلك، could I have أو can you bring، can you bring هل بإمكانك أن تجلب لي، could you tell me هل بإمكانك أن تقول لي، would you send، would you send هل بإمكانك أن send أن ترسل إلي. زين، saying yes إذا أريد أقول نعم، نعم بإمكاني أقول of course أو certainly. of course بالطبع أو certainly بكل تأكيد. saying no أو أقول لا، I'm afraid، أقول لا أني I'm afraid، أنا أخشى. مثلا I'm afraid I can't، I'm sorry أنا آسف but I can't أو ليس بإمكاني. زين، خلنا نروح للليسنينج. الملف الصوتي أمامكم، راح أبدي أقرأ وترجم. Good evening, madam. Good evening. I have a reservation for 3 nights. مساء الخير. I have، لدي حجز، for 3 nights، لثلاثة ليالي. Could you give me your name, please? هل بإمكانك أن تقول لي أو تعطيني، give me يعني أعطيني اسمك، أعطيني اسمك. Your name please، رجاء. إذن could you give me، هل بإمكانك أن تعطيني، هذا أسلوب request، طلب، طلب مهذب. ممكن تعطيني اسمك؟ Yes it's Dobby. Yes Miss Dobby، نعم سيدة Dobby. You have a reservation for a single room with a shower from April 5th to April 7th. نعم سيدة Dobby، you have، لديك reservation، لديك حجز، single room يعني غرفة مفردة مع shower، بها shower حمام، from من April يوم 5 بالشهر، من شهر April هو الشهر الرابع، to April 7th إلى 7 بالشهر، من نفس الشهر طبعا. أوكي، April شهر الرابع. That's right، هذا صحيح.
That's right. هذا صحيح. Could you sign here, please? هل بإمكانك أن sign أن توقعي هنا رجاء؟ Of course, بالطبع. Thank you. Do you need help with your luggage? هل تحتاجين مساعدة بأمتعتك؟ يعني تحتاجين أحد يشيلها؟ هذا المقصود به. No thanks. لا شكراً. I'll take it up myself. سوف أخذها على الأعلى بنفسي. Here's your key. إليك مفاتيحك مدام سيدتي. The lift is in your left. المصعد هو الموجود على جهة left اليسرى. Thank you. شكرا جزيلا. زين. انتقلنا إلى المحادثة الثانية بين الريسبشنست موظف الاستقبال وجيست الزار. ريسبشن الاستقبال. How can I help you? كيف بإمكاني أن أساعدك؟ Hello, this is Peter Smith. أنا بيتر سميث. In room في غرفة 202. I'm calling because I only have one pillow in the room. أنا أتصل لأن لدي pillow هي الوسادة. In the room بالغرفة عنده وسادة واحدة. Can you bring me another one? هل بإمكانك أن تبعث لي واحدة أخرى؟ Of course, بالطبع. And would you please send up some soap as well? Soap بمعنى صابون. هل بإمكانك أن تبعث لي صابون كذلك؟ As well يعني كذلك. There isn't any in the bathroom. ليس هناك أي صابونة بالباثروم يعني الحمام. Oh, I'm very sorry. أنا جدا آسف. I'll send some up right away. سوف أرسل حالا. Thank you very much. شكرا جزيلا. زين. خلونا ننتقل إلى المحادثة رقم 3. زين قبل أن ننتقل إلى المحادثة رقم 3 خلينا نشوف الجمل اللي بيها request. شوفوا الجمل اللي بيها request. Can you bring? Can you? هل بإمكانك أن تجلب إلي؟ Can you bring? انتبهوا can you bring الفعل هذا مجرد. أوكي مجرد يعني ما بي أي أضافة لا بي أس ولا إي بي إي دي ولا بي آي إن جي. وكذلك would. Would you send up some? فانتبهوا send أيضا send فعل مجرد خالي من أي أضافة. زين خلونا ننتقل إلى المحادثة الثالثة. Do you know what you'd like? هل do you know هل تعرف ماذا ترغب أو ماذا تريد؟ Yes, I'll have a boiled egg, please. نعم أنا أريد بيض boiled بمعنى بيض مسلوق رجاءً. I'll have the same. سوف أخذ نفس الشيء. Could I have some toast, please? هل بإمكاني أن أحصل على توست؟ هو هذا المحمص. أوكي إحنا أيضا نستخدم نقول توست. زين رجاءا. طبعا التوست هياتي أمامكم. نرجع إلى الدرس. Of course بالطبع. Would you like some too, sir? هل تود أنت أيضا؟ أنت أيضا تريد توست؟ أنت أيضا تريد توست؟ Yes please. نعم رجاء. And can I have some jam as well? هل بإمكاني أن أحصل على مربى؟ جام بمعنى مربى. كذلك certainly بالطبع. We have got apricot and raspberry. Raspberry هو التوت وأبريكوت هو المشمش. إذن هو يريد مربى مال مشمش ومربى مال توت. Would you like anything else? هل ترغب بشيء آخر؟ Oh yes. Would you bring us some tea? هل تجلب لنا بعض الشاي؟ طبعا هنا الومن هو دي خاطب المرأة. فهنا هل تريدين شيء آخر؟ I'll bring it right away. سوف أجلبه حالا. انتقلنا إلى المحادثة الرابعة.
زين، قبل أن ننتقل للمحادثة الرابعة خلينا نشوف المحادثة الثالثة. مثلا would you like، هل ترغب؟ would you bring، هل ممكن أنه تجلب إلي؟ هاي طريقة مهذبة للطلب. بعد خلينا نشوف شكو عندنا هنا. would you like أيضا. زين could I have some توست. شوفوا شلون الطلب. could I have، هل بإمكاني أن أحصل على توست؟ زين خلينا ننتقل للمحادثة الرابعة. Excuse me, could you tell me where the museum is? هل بإمكانك أن تقول لي أين المتحف؟ Of course, بالطبع. Do you mean the modern art museum? Do you mean، هل تقصد المتحف الفني الحديث؟ No, the natural history museum. لا، المتحف التاريخي الطبيعي. Yes, it is new in New Street. إنه في الشارع الجديد. Near the post office. Near بالقرب من المكتب، مكتب البريد. Can you tell me how to get there? هل بإمكانك أن تقول لي كيف أذهب هناك؟ ف can you، شوفوا هاي can you tell me، request. بعد شنو عندنا request؟ Could you tell me أيضا request، طلب. Yes, let's see، لنرى. You leave the hotel through this door. أنت تغادر الفندق من خلال الباب. Take the first right، أخذ أول right. First right يعني أول يمنى، على يمينك أول شيء. Then go straight، بعدها اذهب. Straight يعني عدل بشكل مستقيم. On and you will see، وسوف ترى. New Street، الشارع، هو الشارع اسمه New Street. On the left، New Street on the left، الشارع اللي اسمه New. وين طبعا New معناتها جديد. On the left، والموجود على اليسار. It's not far at all، هو ليس بعيد اطلاقا. The museum is the big building with red roof. المتحف هو big building يعني البناية الكبيرة مع roof بمعنى سطح red أحمر. You can't miss it، بمعنى يعني ما راح تضيعة، أنت بإمكانك أنه تلقاه. Okay. First right، straight on، then it's on the left. Great. Thank you for your help. You are welcome. أول يمين، straight on مباشرة، بعدها على اليسار. عظيم، شكرا لمساعدتك. You are welcome، على الرحب والسعة. رجعنا مرة ثانية إلى صفحة 33 بعد أن استمعنا على الملف الصوتي وترجمنا. القاعدة هي can، could، can you، could you، would you. يجي وراها طبعا فاعل، يجي وراها أوكي. بعدها فعل مجرد خالي من أي إضافة. يعني شنو فعل مجرد خالي من أي إضافة؟ يعني ما بي إس ولا بي إي دي ولا بي أي إن جي. أمامكم مثال. مثلا ask the waiter to bring you a cup of tea. اسأل النادل حتى يجلب إليك cup of tea، يعني glass من الشاي، قدح من الشاي. شو أقول له؟ أقول له can you bring me a cup of tea؟ هل بإمكانك أن تجلب لي الشاي، قدح من الشاي. أنا شنو اللي سويته؟ can you، أنا جبتها من عندي، بعدين حطيت the bring، ورا the bring حطيت قلبة اليو إلى me، لأنه me إلي، أنا أريد إلي. بعدين تكملت الجملة وأحط علامة استفهام. زين، مثال آخر. ask the receptionist to see the map. اسأل موظف الاستقبال حتى تشوف الخريطة. Can I see the map؟ هل بإمكاني أن أرى؟ نجابه كل الأفعال، الأفعال اللي تجي بعد can I أو can you، دي تجي أفعال من الجملة. يعني هنا bring bring، هنا see see. إذا الفعل أنا ما رح أبوقه، رح أبوقه من الجملة، أجي أحطه بجملتين.
انتقلنا مباشرة إلى صفحة 34 من كتاب الطالب. Where is it? Where is it? بمعنى أين هو؟ تذكرون الملف الصوتي اللي قرأناه قبل شوية، هاي المحادثة من هذا دي يسأل عن الميوزيوم. A hotel porter is giving people directions. Match the questions and answer then listen and check. الحمال الموجود بالفندق يعطي للناس directions يعني اتجاهات. صل الأسئلة بالأجوبة ثم استمع وتأكد. معطينا ملف صوتي، رقم الملف الصوتي هو 43. A. Excuse me, how far is the football pitch from here? رجاء. Excuse me بمعنى عفوا أو رجاء، وسيلة لجلب الانتباه. How far يعني كم هو بعد ملعب كرة القدم. From here من هنا راح نربطها مع to. It's about 5 minutes away، على بعد 5 دقائق. Turn left، استدر يسارا. On Bank Street and go straight on until you reach the river. It's on the left. استدر يسارا في شارع البنك المصرف. And go straight، واذهب مباشرة حتى تصل إلى river النهر. It's on the left، موجود على left يعني اليسار. B. Could you tell me where the bus stop is؟ هل بإمكانك أن تقول لي أين موقف الباص؟ راح نربطها مع 3. Yes, it's around the corner. نعم إنه بالقرب من الكورنر يعني بالزاوية. Just turn right، فقط استدر يسارا. On Bank Street and you'll see it، استدر يسارا على شارع المصرف. You will see it، سوف تراه. C. Excuse me, where's the train station؟ عفوا أين محطة القطار؟ راح نربطها مع 1. Go along Main Street، اذهب على طوال الشارع الرئيسي. It's on the right، إنه على اليمين. Just pass the car park، فقط تجاوز car park، هو حديقة أو متنزه السيارات. D. Excuse me, where is the nearest restaurant؟ عفوا أين أقرب restaurants مطعم؟ راح نربطها مع 4. It's on Park Avenue near the cinema، إنه عند هذا البارك أفينو، هذا اسم. Near the cinema، بالقرب من السينما. Go along this street، اذهب على طوال هذا الشارع. And turn left، ثم استدر يسارا. On the river road، عند شارع النهر. It's on the right، إنه على اليمين. Opposite the museum، opposite يعني مقابل المتحف. انتقلنا مباشرة إلى الملف الصوتي حتى نتأكد أنه إجابتنا صحيحة. Excuse me, how far is the football pitch from here? It's about 5 minutes away. Turn left on Bank Street and go straight on until you reach the river. It's on the left. Thanks. Could you tell me where the bus stop is? Yes, it's around the corner. Just turn right on Bank Street and you will see it. Thank you very much. Excuse me, where is the train station? Go along Main Street. It is on the right. Just past the car park. Thanks. Excuse me, where is the nearest restaurant? It's on Park Avenue near the cinema. Go along the street and turn left on the river road. It's on the right. Opposite the museum. Okay, thanks. إذن حلنا كان صحيح. نرجع مرة ثانية إلى الكتاب. إذن إلى هنا ينتهي درس اليوم. شكرا لكم وانتظروني في درس جديد.